سلام بنات، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. البنات غادي نشارك معكم واحد الوجبه ديال الطاجين. توجدوها لوجبه الغداء او لوجبه العشاء بالبيض والكفته والجلبانه. كتجي البنات من ألد ما يكون وكتجي معلكه. كنتمنى تجربوا مع افضل اساتذتكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. الطاجين ضفنا ليه واحد الكميه ديال الزيت النباتيه. غادي نخلي الزيت ديالها تقلى لينا مزيان. غادي نضيفو ليه واحد الحبه ديال البصله اللي حكينا في الحكاكه. صافي غادي نديوها نجيبوها حتى تنزلينا البصله وتاخذ ليها واحد اللون ذهبي. انا من بعد ملي سدينا على الطاجين خليت البصل ديال الثلاثه تقلات لينا. غادي نضيف هنا واحد جوج ديال الطروس ديال الثومه. غادي نضيف هنا التوابل شويه ديال الحركم البلدي، وغادي نضيف هنا واحد المعلقه ديال التحميره وشويه ديال الملحه وشويه ديال البصل اختياري. هنا غادي نخلطوا التوابل مع البصله وصافي. هنا غادي نخليو دابا الطاجين ديالنا تقلى لينا مزيان. من بعد غادي نضيف ليه شويه ديال الربيع. هنا غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الجلبانه اللي سلقناه في الماء. من بعد ملي شحرت الجلبانه مع البصله غادي نضيف هنا واحد جوج ديال الحبات ديال البصله اللي حكينا في الحكاكه. من بعد غادي نزيدو ليه شويه ديال الربيع. هنا غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الكفته. انا البنات الكفته اختياري، ممكن ديروا الكفته ممكن تخليو غير الجلبانه مع الماطيشه والبصله وتضيفوا ليها البيض. هنا من بعد ملي غادي نكمل الكميه ديال الكفته غادي نضيفوا البيض. هنا من بعد ملي دفنا لي 8 ديال الحبات ديال البيض غادي ندير لهم دوك الثقوب. من بعد صافي غادي نسد على الطاجين وغادي نزيدو ليه شويه ديال الزيتون وشويه ديال المعدنوس مجفف، وغادي نخليو الطاجين ديال الثلاثة تنشف لينا من داك السوائل وغادي نطفيو على النار.
ايوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالتي ديال البيض والكفته. كتجي البنات من الف ما يكون توجدوها لوجبه الغداء او لوجبه العشاء، كتجي البنات لذيذه لذيذه. الا مشيتو تجربتوها غادي تولي معتمده عندك. ومن بعد ملي زدنا لي شويه ديال الزيتون وشويه ديال المعدنوس مجفف، كتجي البنات تاع الطويجن كيجي لذيذ وكيجي بنين. كنتمنى تشوفوا مع افاطوسه ديالكم. كنشكركم سوا البنات وتايك في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخدموا ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. حتى فيديو اخر تبيو فيوسكم. يلا بسلام عليكم.